السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نأتي لكم بسلسلة تعلم الباوربوينت. اليوم كيفية حفظ برنامج الباوربوينت. حفظ برنامج الباوربوينت لا يختلف أي شيء عن الوورد، ولكن هناك شيء بسيط، وهو أنت تستطيع أن تخزن الباوربوينت على عدة أشياء، ولكن أهمها الموجود والمعروف وهو أن تخزن الباوربوينت بريزنتيشن، تخديم PowerPoint presentation. فمثلا انت عملت هذا الباوربوينت واضفت النصوص السلايدات وجئت لتحفظه، سوف تقول له مثلا سيف حفظ، ولكن ليس في هذه الطريقة، وانما سوف تختار كيفية الحفظ، اي من اي شكل صيغة تريد ان تحفظه. فسيف از تختار PowerPoint presentation، وتختار مثلا على الديسكتوب، ومن ثم تختار له اسم معين، اي اسم اردت، ومن ثم تقول له مثلا نسميه مثلا تعليم الحاسوب لجميع الكليات، منهج موحد. تضغط على سيف. الآن تأتي إلى سطح المكتب. شوف عزيزي الطالب، لاحظ أنك تلاحظ معي، هذا تقريب. شوف هذا تعليم الحاسوب لجميع الكليات منهج موحد. الآن بمجرد أن تضغط عليه دبل كليك يفتح لك البرنامج، موجود ومعد مسبقا، تستطيع التعديل عليه أو لا. وهناك أيضا حفظ بطريقة أخرى، وسيف أس PowerPoint Show، عرض تقديمي، تضغط عليها، تختار نفس الاسم، تختار مثلا على أيضا الديسكتوب مثلا. سوف هنا تلاحظ أنت تنشئ PowerPoint. شوف لاحظ، بدأ عرض تقديمي PowerPoint كامل مسبق. يعني الفرق فيه أن هذا تستطيع التعديل عليه. لاحظ، تستطيع مثلا تكتب شيء جديد مثال، ومن ثم تخزنه، ومن ثم تأتي تفتحه موجود الكتابة. أما هذا فهو جاهز، يعني لا تستطيع التعديل عليه، وإنما هو جاهز. أنت أيضا تستطيع التعديل عليه، وذلك مثلا تقول له Open With، وتختار مايكروسوفت أوفيس، وتختار أيضا New، وتأتي تكتب ما تشاء، تكتب هنا أيضا ما تشاء، ومن ثم تقول له Yes حفظ، وتختار من جديد، تكتب هذا الجديد نيو مثلا نسميه، وتقول له سيف، ومن ثم سوف يأتيك ملف جديد نيو كامل معد مسبقا، وفيها الأسماء التي كتبناها قبل قليل، وأعتقد الشرح واضح جيد. يعني أعيد لكم من جديد، أعتقد أن هناك بعض الطلاب لا يفهمون من مرة واحدة، سوف نحذفهم جميعا. طبعا طريقة للحذف أيضا تأتيكم في الامتحان، لا تخص الباوربوينت وإنما تعلم الويندوز، لأن لم أنزل فيديوهات عن تعلم الويندوز على اعتبار أنه بسيط، ولكن هذه بمرور الكرام نمر عليها من ضمن شرحنا باي ذا واي بالصدفة. يعني وهو تضغط شيفت وديليت انتر، سوف يتم حذفها بالكامل بدون إرسالها إلى سلة المهملات. الآن نأتي إلى الباوربوينت. لديك طريقة حفظ البرنامج كسابقات الطرق في المايكروسوفت أوفيس وورد، ولكن الباوربوينت تختار من سيف أس، تختار باوربوينت شو. من باوربوينت شو أو عرض تقديمي تستطيع حفظه على سطح المكتب أو في أي مكان أردته،
وسوف يتم فتحه ليس ببرنامج الباوربوينت بهذه الطريقة والتعديل عليه، وإنما معد هو مسبقا سلايدات فقط جاهز للعرض. انظر عزيزي الطالب جاهز للعرض هكذا. يعني طبعا هذا الفارغ نستطيع أن نكتب بعض الأشياء لكي يكون الشرح أوضح لكم. يعني أنت الآن مثلا هذا البرنامج تكتب مثلا تختار سمات من ديزاين، نختار مثلا هذه السمة وتكتب، أو نختار مثلا هذه السمة، نأتي إلى الفونت الخط ونختار الحجم، نكتب مثلا، نختار اللغة من هنا، نضغط على العربية، كله بزر الفأرة الأيسر، منهج موحد. تأتي تعمل سلايد جديد مثل ما علمناكم في الحصة الماضية، منهج لجميع الكليات، تعمل مثلا شيء جديد، منهج لجميع الجامعات أيضا. الآن لديك هذا الناس، تأتي شعار أوفيس Save as PowerPoint Show أو عرض تقديمي. الآن تكتب اسم معين مثلا Presentation رقم 1 تسميه، تختار الديسكتوب مثلا، ها خلاص تطلع منها برنامج، تأتي لديك عرض تقديمي جاهز. شوف فقط نقرة منهج موحد، تضغط Enter للتبديل بين السلايدات، تضغط Enter منهج لجميع الكليات، تضغط Enter منهج لجميع الجامعات أيضا، تضغط Enter ومن ثم Enter مرة أخرى وتخرج من العرض التقديمي. الآن هذا عرض تقديمي جاهز. يعني عندما تفتحه أمام أستاذك في الكلية قبل على الداتا شو، مباشرة على الداتا شو يكون لك عرض تقديمي جاهز، فقط نقرتان بزر الماوس الأيسر وفقط ضغط زر انتر 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 للتبديل بين الشرائح او السلايدات. هذا العرض التقديمي جاهز. هناك طريقة اخرى لحفظ العرض التقديمي، فمثلا انت مثلا اختاريت مثلا نقول هذا الاصدار وكتبت منهج موحد، منهج موحد، ومثلا اختاريت سلايد جديد من زر تبويب سلايدات جديدة وكتبت على هذا النهاية مثال. انت الان تستطيع حفظه Save as PowerPoint Presentation. لنأتي به إلى سطح المكتب، هل حذفناه من هنا أم لا؟ My Documents، نعم محذوف، لا يوجد My Documents أي شيء، لا يوجد هنا شيء، جيد. هذا سوف تفتحه لا يفتح لك عرض تقديمي، إنما يفتح لك نفسه برنامج الباوربوينت. انظر عزيزي الطالب تستطيع التعديل عليه. أما هذا فهو جاهز، ولكن سؤال يرد، هل تستطيع التعديل عليه؟ نعم، وذلك بضغط كليك يمين وتختار نيو أو جديد وتستطيع التعديل عليه. مثلا منهج جميع الجامعات أيضا، تحذف أيضا، تكتب لجميع الدول، لجميع الدول. وطبعا كلامي حقيقي، منهج هو موحد لجميع الجامعات والكل، هو الباوربوينت والوورد موجود في جميع الكليات، وحتى يمكن لربما حتى في الدول الغربية أيضا في الخارج، يعني في الدول الأجانب. وتستطيع أيضا مثل ما قلنا كليك يمين ويس نعم تقول له وسيف وسيف، سوف يكون لك عرض تقديمي نفس السابق ولكن محدث، ولأن كتبت عليه هنا لجميع الدول بدل أيضا هكذا. وهذا أيضا تستطيع تحفظه بنفس الطريقة Save as و PowerPoint Presentation.
فهذه طرق حفظ الباوربوينت واعتقد جدا واضحه، يعني ما بيها صعوبه. انت تاتي يا اما تحفظه كبرنامج يا اما تحفظه كعرض تقديمي جاهز. تحفظه كبرنامج اي طريقه تعجبك، نفس الوورد. تحفظه كعرض تقديمي جاهز مثل ما قلنا، تختار باوربوينت بريزنتيشن، هذا الخيار باوربوينت شو، تختار باوربوينت شو هذا الخيار، ومجرد تختار مكان الحفظ وتسميه اسم معين وتعطيه سيف، سوف يكون لك ها هو جاهز امامك، عرض تقديمي جاهز. يعني اعتقد الشرح جدا واضح وبسيط. وشفت وكليك يمين للحذف نهائيا، وهذه هي الطرق. واعتقد نال الدرس اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، نشر القناة، الإعجاب بالفيديو، ترك تعليق أسفل الفيديو، وخاصة وخصوصا للطلاب ما عدا المجموعة الطبية، نشر القناة ثم نشر القناة ثم نشر القناة، وللجميع، لطلاب المجموعة الطبية ولطلاب غير المجموعة الطبية كما تريدون، لا أجبركم. إلى الملتقى.